الأصل في اللحوم هو الحل إيش؟ والتحريم، الأصل في اللحوم إيه؟ هل الحل والتحريم؟ الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل، والأصل في اللحوم التحريم، حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة. أفهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ ها؟ وش الفرق؟ يعني لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال ولا حرام فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة فالأصل التحريم حتى يغلب على ظننا أنه حلال. ومن ذلك إذا جاء هذا اللحم ممن تحل ذبيحته فهو حلال، وليس علينا أن نسأل كيف ذبح ولا أن نسأل هل سمي الله عليه أم لا، ليس علينا هذا، بل وليس لنا ذلك أيضا، لأن السؤال عن هذا من باب التعمق في الدين. ولهذا لما جاءوا ناس يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم كلوا، لم يقل اسألوهم، قال سموا أنتم كلوا. قالت عائشة راوية الحديث رضي الله عنها وكانوا حديث عهد بكفر، وحديث العهد بالكفر قد يخفى عليه وجوب التسمية عند الذبح. على كل حال إذا جاءك اللحم ممن تحل ذبيحته، والذي تحل ذبيحته ثلاثة أصناف من الناس المسلم واليهودي والنصراني، لا تسأل. أفهمت؟ ولهذا لو جاءنا الآن ذبيحة في أسواق هل نسأل من ذبح من ذبحها؟ لا ما نسأل. وهل نسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ ما نسأل. وهل نسأل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ لا نسأل. وهل نسأل أن أنهر الدم على وجه شرعي أو لا؟ لا نسأل. السؤال يعتبر من باب التعمق، ولو قلنا بوجوب السؤال لقلنا بعد باقي أسئلة. نسأل هل الذبيحة ملك للذابح أو لا؟ فإذا قالوا ملكا نقول بأي وجه ملكها؟ هل اشتراها أو استوهبها أو سرقها؟ ثم نسأل بعدين الأول كيف ملكها، ثم تتسلسل. لكن الحمد لله الله وسع وقطع دابر هذا التساؤل بأن لا تسأل. كان اليهود يهدون على الرسول عليه الصلاة والسلام اللحم ويأكل ما يسأل، كان يدعوه اليهود إلى شعير خبز شعير وإهالة سنخ لا يسأل عن هذه الإهالة وش كيف ذبح. وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يتناقل بعض الناس من اللحوم الواردة إلى أسواقنا بأنها لم تذبح على طريق شرعي فهذا غلط، هذا وسواس، ولا ينبغي أن يروج هذا بين الناس فيبقى المؤمن يأكل الأكل من اللحم ويشك في حله. دعوا الناس، ثم الذي يرجع إلى بلادنا والحمد لله مزكى من قبل لجان هناك عند المذابح في البلاد الأخرى تذبح على حسب الطريقة الشرعية. نعم.